للتحليل ينضم إلينا من القاهرة ضيفي الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، أهلين، أهلين بك على شاشاتنا الغد. سأبدأ مما ورد على لسان هيئة الاستعلامات المصرية. دكتور، ماذا قالت؟ مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 من فبراير الجاري، وذكرت في طيات البيان أن المذكرة سوف تشمل سياسات الضم للأراضي، هدم البيوت أو المنازل، كذلك عملية تهجير الفلسطينيين، وأن المذكرة تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل الأضرار التي لاحقت بها. دكتور، كيف نعرج سويا الآن على هذه الخطوة المصرية، وماذا عن دلالات التوقيت يا دكتور؟ هذه أول خطوة أستاذ محمد على مسار نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية. تأخرت القاهرة بعض الوقت لحسابات متعلقة بإدارة العلاقة المنضبطة مع إسرائيل، لكن يعتقد أن هناك مرحلة جديدة عنوانها مواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية، وهناك أيضا مسارات أخرى ستتجه إليها العلاقات المصرية الإسرائيلية في الفترة المقبلة. بمعنى، إذا كانت هناك معاهدة سلام وبروتوكول أمني وأمور منضبطة في العلاقة، لكن هذا لا يمنع أن مصر ستتجه إلى التعامل المباشر مع إسرائيل في الواجهة الدولية. إسرائيل يعني نجحت بمهارة في الوجود الدولي لاعتبارات عديدة متعلقة بالتواطؤ الدولي والدعم الأمريكي والدعم الغربي. اليوم القاهرة تتجه إلى مسار آخر، إذا عدتم عدنا، بمعنى هذه جزء من إجراءات وتدابير تترتب لها القاهرة في التعامل مع الإجراءات الانفرادية التي قامت بها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، والإمعان في تكريس سياسة الإجراءات الانفرادية وعدم الإنصات إلى صوت العقل. ننتقل بالعلاقات إلى مواجهة مباشرة في محكمة العدل، وأعتقد أنه ستكون هناك مسارات أخرى سيتم العمل بها. هذه أول رسالة دبلوماسية، وأعتقد أنها سيكون لها تأثير كبير على الموقف وعلى العلاقة مع إسرائيل نفسها، لأنه لم تستمع إسرائيل لما تم وطرح في الفترة الماضية، وأعتقد أن هناك اتجاهات أخرى للتعامل في مسارات، بعضها ربما لا نستطيع أن نقوله على الموجة المفتوحة. جزء منها هو الهدف الرئيسي لردع إسرائيل ومحاولة وضعها في إطارها الحالي. طيب دكتور طارق، أنا متفهم طبعا أن هناك ترتيبات أمنية تتم، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على كل شبر في قطاع غزة. اليوم والبارحة طلعتنا الأخبار يا دكتور طارق أنه رفح تقصف بالمدفعية، وكذلك بالطائرات الحربية من السماء، وكذلك من الزوارق الحربية الإسرائيلية من ساحل رفح، أي أن الأمور تقترب يا دكتور طارق. أنا فقط أريد أن أشرك المتابع والمشاهد العربي الكريم، ما هي السيناريوهات الآن المطروحة لأهلنا في قطاع غزة؟ لأنه الأمر يضيق يا دكتور طارق صراحة، يعني والقصف الإسرائيلي لم يتوقف يعني ولا للحظة واحدة، فبالتالي إلى أين تذهب الأهالي في رفح؟ أي مكان؟ تفضل. أنا يعني أستاذ محمد أعتقد أن الأمور تمضي من سيء إلى أسوأ في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تقدم عليها إسرائيل، وطبعا بطبيعة الحال العملية العسكرية ماضية في مخططها، وإن كانت هناك بعض المحاولات لمحاولة مراجعة إسرائيل، لكن مجلس الحربة من المفترض أنه اتخذ قراره في هذا، والكنيسة صدق، والمجلس الحكومة المصغر، وبالتالي نحن لسنا في انتظار وقوع الكارثة، لكن بطبيعة الحال إسرائيل ماضية في العملية، لكن هناك تنديد دولي ومواقف دولية ومجتمع دولي وغيره. طيب إسرائيل لا تبالي بكل لأي حد يا دكتور طارق الإجراءات الاحترازية، يعني هي ماضية قدما في الأمر لأي حد؟ هل إلى درجة، يعني اعذرني للمقاطعة دكتور طارق، يعني أنا سعيد باللقاء وأريد استثمار كل لحظة في معك يا دكتور طارق، إلى أي مدى ممكن أن تصل إسرائيل في هذا العدوان؟ هل يمكن أن تمس محور فيلادلفيا أو صلاح الدين؟ هل يمكن أن تقترب من الحدود المصرية؟ هل يمكن أن تضرب معبر رفح البري؟ هل يمكن أن تجرجر الأمور إلى درجة ما من الاستفزاز لجمهورية مصر العربية؟ وهل هي مستعدة للدخول في أزمة مع مصر في هذه الأوقات؟ هل تتجرأ يا دكتور طارق أو لا؟ يعني كل ما ذكرته صحيح، وله طبعا سيناريوهاته المحسوبة جيدا في مصر.
طبعا كانت هناك أفكار رفضتها القاهرة في إدارة المعبر والمراقبة المشتركة والوضع المشترك ووضع الأجهزة وأجهزة الاستشعار وغيره، كل هذه أفكار اقترحت، وطبعا بما فيها التعامل مع منظومة المعابر على الجانب الإسرائيلي بديلا عن معبر رفح وغيره. القاهرة وضعت الأمور في إطارها، لكن القاهرة وضعت السيناريوهات السيئة قبل السيناريوهات الأخرى، بمعنى الترتيبات والإجراءات الاحترازية. أستاذ محمد، لا أحد يضمن إسرائيل، يعني بعيدا عن كل ما يجري، صحيح أن في معاهدة سلام وفي بروتوكول أمني، لكننا لا نثق في إسرائيل ولا نثق في إجراءاتها ولا نثق في ما تقوله باللغة الرسمية. لكن هناك إجماع كامل أنه عدم الاقتراب من معاهدة السلام. السلام بالنسبة مع مصر، بالنسبة لإسرائيل، أمر مهم للغاية، وإسرائيل لن تفرط فيه، لكنها تتحسب للسلوك المصري، والسلوك المصري صبر القاهرة طال كثيرا على إسرائيل. حتى هذه اللحظة في رسائل بتتم عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية، لكن بطبيعة الحال الأمر لا يقتصر على هذا، وبالتالي هو محاولة لجس نبض مصر في التعامل مع كل سيناريو مطروح، ومحاولة لإدخال مصر في هذه الدائرة. القاهرة رتبت خياراتها، وأغلب هذه الخيارات تجمع ما بين الأمني والدبلوماسي والاستخباراتي والاستراتيجي، وهي سيناريوهات، لكل سيناريو له وزن نسبي في هذا الإطار طبعا. وبالتالي هذه الرسائل تعلمها إسرائيل وتعلمها الولايات المتحدة بالمناسبة، باعتبار أن الطرف الأمريكي شريك موقع على معاهدة السلام. حضرتك تذكر كارتر موقع جنب الرئيس السادات وجنب مناحم بيجن، فبالتالي الإدارة الأمريكية نقل إليها هذا الأمر، وإذا لم ترتضع إسرائيل فقد يكون هناك رسائل وإجراءات وتدابير القاهرة أعلنتها بالمناسبة ما بين السطور، واليوم تعلنها مباشرة بصورة أو أخرى بصرف النظر عن البيانات الهيئة العامة للاستعلامات أو غيرها. وهناك إجراءات بتتخذ في إطار عدم الثقة فيما تقوله إسرائيل، بمعنى أنه نحن لا نطمئن يا سيدي لكل ما تقوله إسرائيل في أنها لا تمس ما يجري أو جوهر عملية السلام مع مصر أو غيره. ومصر تتعامل ليس بمنطق الفصيل أو الميليشيا، مصر دولة كبيرة وجيشها جيش مدرب جيدا ومصنف دوليا على العالم كرقم 15 وفق جلوبال فاير وغيرهم، يعلمون هذا، وبالتالي معاهدة السلام هم حريصين عليها. لكن القاهرة لن تنتظر أن تقبل إسرائيل أو لا تقبل، هناك إجراءاتها، والإجراءات ستتخذ على أعلى مستوى، وهناك حالة استعداد كبيرة لدى مصر في هذا الإطار. طيب دكتور طارق، أنا استمعت إلى كلمات سامح شكري وزير الخارجية المصري في مؤتمر ميونخ للأمن، وقالها بوضوح أنه أكد للجانب الإسرائيلي، مصر أكدت للجانب الإسرائيلي أنه مسألة إخراج النازحين من رفح تشكل خطرا على الأمن القومي المصري. ومع ذلك دكتور طارق، إسرائيل ماضية قدما في هذه الخطة، لكن أنا لدي هنا استفسار. الخطة الإسرائيلية حسبما تواترت الأخبار لدينا تعتمد على نقطتين. أول نقطة هي عملية أنه الناس ترحل إلى مناطق آمنة. هل أطلعت إسرائيل الجانب المصري أو الجانب الأمريكي أو الجانب الوسطاء أين هي هذه الأماكن التي تزعم إسرائيل أنها آمنة، وبالتالي تمهد الأمور إلى النقطة الثانية من التوغل البري أو الاجتياح البري الإسرائيلي لرفح؟ أطلعوا الجانب المصري أو الوسطاء أو أمريكا أو لا يا دكتور؟ لم يطلعوا أحد أستاذ محمد، ولا توجد مناطق آمنة في القطاع، والمناطق التي تم تحديدها سواء كان في مناطق الشمال ومناطق منطقة المواصي ومناطق التماس المحازية لمدينة رفح كلها أماكن غير آمنة. ثم القاهرة كما ذكرت لحضرتك لا تثق في أي طرح إسرائيلي. من سيقوم بعمليات الإجلاء والإخلاء أستاذ محمد؟ من الذي سيشرف على إجلاء آلاف الفلسطينيين من هذه المناطق؟ هل هو الجيش الإسرائيلي؟ كيف ستتم عمليات النقل والترحيل إلى هذه الأماكن؟ الجهات التي تضمن وصولها إلى غيره؟ هذا كلام طبعا غير صحيح وغير واقعي، ولن يحدث ولن يتم، وبالتالي لم نقف، لا مصر وقفت أمامه، واعتبرت أن كل القطاع مستهدف من قبل إسرائيل بصرف النظر عن هذا. ما قاله الوزير سامح شكري أن هناك أبعاد إنسانية وأبعاد مرتبطة بالتعامل مع الملف الفلسطيني، وبطبيعة الحال القاهرة
لديها حساباتها وترتيباتها، لكن أيضا الحفاظ على الأشقاء الفلسطينيين، وهناك أبعاد إنسانية ستحكم الموقف إذا كان هناك خيارات أتمنى ألا تكون صفرية. نحن حريصين على أبناء الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن الأعداد الكبيرة والمخطط الإسرائيلي، لكن طيب. ربما يعني أشير إلى ما ذكره سامح شكري في موضوع البعد الإنساني، لكن البعد الإنساني حاضر بدون تصريحات حتى الوزير قبلها طبعا. تأكيد القيادة السياسية على هذا الأمر أمر مهم للغاية. هؤلاء طيب. أشقائنا، نحن أقل من دقيقتين أبناء الشعب الفلسطيني وبجوارنا بطبيعة الحال. أقل من دقيقتين معي دكتور طارق. مسألة التوغل البري الإسرائيلي لرفح مرتبطة بشكل أو بآخر يا دكتور طارق بالمفاوضات الجارية لإبرام صفقة هدنة أو تبادل للمحتجزين والأسرى والرهائن. أولاً، هل هناك تقدم في هذه البوتقة أو لا دكتور طارق؟ لا قدر الله، هل يمكن أن نطالع أنه لا صفقة؟ التوغل البري ولا صفقة؟ يعني إذا تم التوغل تدريجيا أو بدأت العمليات العسكرية سيكون لها ارتدادات طبيعيا على ما سيجري، لكن المفاوضين المصريين والقطريين يبذلون مجهودات كبيرة حتى هذه اللحظة، وفي اتصالات لمحاولة لجمع الأطراف بصورة أو بأخرى. يعني في اتصالات، لم تتوقف المفاوضات، لم تفشل المفاوضات، بالعكس القاهرة ماضية في إطارها، والأشقاء القطريين أيضا يبذلون مجهودات مع حركة حماس، وربما حماس وافقت على معظم النقاط الرئيسة بصرف النظر عن التفاصيل، لكن المشكلة في الإطار الزمني والمشكلة في تقبل الحكومة الإسرائيلية لهذا الإطار. هم يضغطون فيما يقوموا به في أعمال في المعبر وفي رفح لتحسين شروط التفاوض ليس أكثر. كل ما تشاهده من ممارسات إجرامية تقوم بها إسرائيل في القطاع في هذا التوقيت ليس في رفح فقط، هو الضغط على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية للقبول بالشروط. كل ما تشاهده هي عنصر وقت ليس أكثر. المصريين يبذلون مجهودات كبيرة كبيرة للغاية ربما لا تتم في دوائرها المعلنة، أيضا القطريين مع حركة حماس. المشكلة يا سيدي هي مرتبطة بالوسيط الأمريكي. الوسيط الأمريكي يدخل ويخرج دون أن يقدم رؤية أو مقاربة، ولكن بطبيعة الحال ربما يكون ويليام بيرنز مدير الاستخبارات المركزية قريب مما يجري باعتباره مهندس الاتصالات التي تجري، لكن أعتقد أن كل ما تقوم به إسرائيل هو بهدف تحسين شروط التفاوض ليس أكثر في هذا التوقيت. أنا بشكرك جزيلا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، شكرا جزيلا دكتور.